يعني بصراحه الاتحاد الاماراتي خلال سنتين بدل 7 مدربين، يعني هي هذا امر وارد يعني في كره القدم. احنا مؤمنين بمشروع قصي. انا انطيته كل الثقه، وبصراحه ان شاء الله راح يستمر ويانا يعني لفتره طويله باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق. طيب، في اتصال سابق مع السيد غالب الزاملي عضو اداره نادي الشرطه، انتقد تصريحاتك ومنشورك على منصه الفيسبوك بشان فوزكم على الشرطه وبانه انت لم تحترم اسم وتاريخ وجماهير القيثاره الخضراء. يعني نادي الشرطه نادي محترم وجماهيره محترمين، وانا كان تصريحي واضح، قلت اللي طعن بالحصان الاسود وقال الحصان الاسود اللي هي التسميه اللي اني قلتها على نادي وسميتها باسم نادي، فقلت اللي قال هذا الحصان الاسود مات. اليوم الحصان الاسود كسر خشومهم، كسر خشوم المنتقدين وقطع حديث الالسن اللي كانت تطعن بها الفريق، وقالوا هذا الفريق ممكن ما راح يستمر في الدوري الممتاز. النتائج والاداء اللي بيقدم الفريق ممتاز. اثنين، الاخ غالب الزاملي بصراحه يعني لو كان سامع الحديث والتصريح بشكل واضح وحقيقي ما كان يرد بهالرد، لكن هو يمكن هذا الانسان كان متاثر بالسوشيال ميديا ويقرا فقط عناوين المواقع. ممكن سوء تفاهم خلينا نقول.